بزاف. المهم اليوم جيت من واحد التران من عند ديك الامين الفيلالي ومشي شي بيان فهمتيني سبيع داكشي ما بغيتش ننزل حيت الامين عزيز ليا. المهم درت واحد المقلب مكالمة هاتفية ما تنساش دابا دير واحد اللايك سبسكرايب لأول مرة تشوفني دير سبسكرايب وفعل الجرس باش دايما نوصل جديد. ومرحبا بك خويا في قناة محمد كمبيوتر. إلا بديت تشوف يا خويا أمين غير اسمح لي لا الحاضر اللي قلت لك راك أنت محفوظ بدا زوين خليك مع البنات. إلا عجبك المفروض الشيء اللي نبقى نديرو خلوها لي في الكومنتات. يلا أمين هذا بخير أخويا. بخير أخويا الله يحفظك. هاني ليا الله يحفظك أخويا. خويا بغيت غنقول لك واحد الحاجة. غنهضر مكاين مشكل خارج فيها. لا هضر خويا هاد الايام شفتك وليت كتحط شي حوايج حامضين. خويا بلا ما نقطع انا فهمتي كم مرة جرى هاد السؤال فهمتي. الله يحفظك. هذاك الشيء كتحطيه وليتي مقيتي شارك امين اللي كنعرفوه ليفاي الواعري. واخويا راه كيعجبونا هذاك الشيء وليني دابا وليت تحمض بزاف وليتي فهمتي. امين عرفت اخويا والله الا راك عزيز وليني شي حوايج وليت تحطهم حاضرين فهمتي فهمتي شكون نوصل لك. فهو هذاك الشيء اللي بغيت نوصل لك خويا. رأي ديالي محتاج فهمت. ياك كاين حتى مشكل ياك. علاش ما وصلتش مشكل؟ الله يحفظك خويا. هذاك الشيء ما عجبنيش انا شخصيا وصافي. هذيك الحموضة ديال هذا اليوتيوب دابا ما تعطيش فيها بزاف فهمتي. خويا ما بغيتش نطول لك حيت عارف كتجي عليا هادشي راه درتو كمقلب فيديو صغير عندي في القناة. اسمح لي ما بغيتش نشد معاك طويل فهمتي عارف خاور ودرويش فهمتيني. مرحبا درت الكبرانك اخويا وسير في هاد الدومين راك عاجبني بالله اكثر هي الفيديو ديال كورونا. والله اخويا تعزيز عليا بالله اخي امين. الله يخليك ويجيك 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 ادير محمد كبيطو. محمد كابيتو صافي تدخل نشوف اللعيبه ديالك هادشي. الله يحفظك اخاي كشكاش وراه ما بغيتش نطول عليك عارف كدرويش وبزاف كينتقدوك نقول لهم هذاك فوتوا عليك هذاك انتقد اي واحد فوت ليا امين. دري عزيز كيخدم من نيتو. والله اخويا تخدم من نيتو كمل فيك شي ان شاء الله شمس كمل. الله يسهل لك اخويا دابا نصيفط لك في الواتساب ان شاء الله. مرحبا يلا خويا وليلة نهار سعيد و الله يحفظك اخويا. راك عزيز والله. اكمل في هاد الدومين واي ما ديرش في هضرتي اكمل في هاد الدومين راه ضحكت معاك برانك هذا باش راه حبه. الله يحفظك هاني واخا تكون بصح علي راه بصح الراي ديالك عاد. لا والله ما انا عاجبني هادشي سير فيه ناضي مترونكين بحال كوايا ما خاصك حتى حاجه انت خادس كان بعض الكومونتير بحال اللي فهمتي. فهمت الله يكبر بيك اخويا. صافي انا شكرا الكومونتير وغادي نطلع هاد البرانك يكون زوين. الله يحفظك اسمح لي ان شاء الله اخويا. مرحبا يا الله اخويا تسلم. مرحبا اخويا. الله يحفظك.